السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إخوان المتتبعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال والأحوال؟ اليوم خميس 19 ماي 2022، أتمنى تكونوا في أحسن الأحوال، تكونوا بصحة جيدة. تبارك الله إخوان المواليع وجميع المتتبعين، نساء ورجال وأطفال وشيوخ، وتحية خاصة للناس الأوفياء المتتبعين اللي تتبعونا ديما. اللي كنقول متبعين ديما يعني عارفين الشادة والفادة، وشعارنا في الحياة في هاد الولاعة المعرب ديال الناس، المكسب ديال الناس راه عريان، المكسب ديال الناس راه عريان، قالوا الناس اللوالة. غتقول لي جبدتي هاد المثال؟ هاد المثال كنقولوه نهار كنبغيو نتكساو حوايج ماشي ديالنا، ولا كناخذو حاجة ماشي ديالنا، تشوي لابان مولاها كتولي حرام. مهم، هاد الموضوع جبدتو على وقت ديال تفراخ، هاد الوقيته من العام تيكون تفراخ، تكون جميع المواليع كيفرخوا، يعني انتاج. الا قلت الانتاج يعني الزغاليل، يعني طير وطرد البال وداوي، بحال اللي عندك امراه غتولد لك، يعني خاصك تقابل البيض وتقابل الجويجه وتعطيها تغذيه خاصه ودواء خاص ومكملات غذائيه خاصه باش تنتج لك زغاليل في صحه جيده، يمكن لك تم البال الموسيب الرياضي. ولهذا يعني رسالتي لجميع الموالي اللي كنسميهم موالي ماشي مخالع، موالي اللي كيبغيو الولاعه، موالي احقاء هما اللي كيطيح عندهم شي زغلول ولا شي شربور ولا شي حمامه ماشي ديالو، سيرتو الا كان فيها خاتم يعني عندها مولاها وكانت في صحة جيدة. هذا زغلول، هذا شنبور، كنقول شنبور، شنبور يعني قاد يطير، إلا طاحت ما فيها بس، بنادم يكون عنده القناعة، يكون قلبه كبير، يشد الحمامة، هذيك العشية اللي جات مع المغرب شدها، وكلها، شربها ضايفة، والموالي عرس تبارك الله كلهم ديور كبار، ضايفوها. وكلوها وشربوها. في الصباح عندك اختيار، سواء تشدها وتطلقها ولا دير فيها النمرة ديال التليفون باش توصل عند مولاها، عرف الشنبور ديالو عاد من بات وفين بات وين بلاصة مشات، وتعرف نيت تايا منين جات. المكسب حوايج الناس هي معرية ديالنا، ديالنا ما ديالناش ما ديالناش. وهذوك اللي تيلعبوا بالحمام ديال عباد الله باز ديال. مهم، هاد الشنبور طاح عندي الفيلي، تبارك الله اللهم بارك، بلية صحة جيدة، ومولاه كيلعب عصبات الدار البيضاء، الفيلي زوين في صحة جيدة، باين ليا تبارك الله اللهم بارك، صحيح باقي شنبور، اللهم بارك. تقريبا كما كيديروا التقريبا، اللهم بارك. هاد الميمة سمح لينا، سمح لينا الشنبور، سمح لينا العوينة. ها الخاتم، هذا بغا نطلقو، ها الخاتم، كيفاش؟ ماروك، اف جي، اف سي جي سي، عندي عصبة الدار البيضاء،
2022 باش ندير الضوء. ها شي بان لكم الاخوان اف سي جي الفيدراليه الضربيه الكبرى 2022 44 قيد عندك والمخلوع 44 397 44 397 ديال عصبات الدار البيضاء. هذا ما ديالنا طاح خصنا نردوه طلقوه للمواليه. بقاو معنا نجيبو سكوتش نويمرق ونطلقوه. الاخوان ها السكوتش النويمرة هذا الإخوان هما بقاو معنا ما درنا لا بوز لا والو. سيري يا سيري يلا سيري خناها مسراها ومجراها. الله يرجع المولاها. سير شات الله تفكر تسجنها باش تمشي. الله يسخر المولاها والله يطعمنا حلال الاخوان. هذا ما كان هذا هما الموالي عدل بصح. ماشي حاجه اخرى راه ما كاين والو اخر تموت حاجه ما ديالكش راه ما ديالكش. بقاش الضوء هاي مشات بقى السنونو. يلا الاخوان تحيه للجميع. هذا هو الفيديو ديال اليوم والله يسهل على الجميع. الحميمات باقي ما طلقناهمش. يلا تحياتي لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه على أمل اللقاء بكم في فيديو جديد إن شاء الله. السلام عليكم.